لم يتجرأ أحد على السؤال أو سؤال هذا الرجل من تكون هذه الفتاة. عرف لاحقا أنها صديقته. الخبر الذي ضجت به صحف العالم أن كيم جونغ أون أعدم هذه الفتاة رميا بالرصاص. التقارير تقول إنها خانته وصورت أفلام. لكن محللا كوريا أبلغ مصادرا صحفية أن الزعيم الكوري أصابه الملل وأحب أن يغير الطعم. أعدمت كوريا الشمالية المغنية هيون سون بول الصديق السابق لرئيس كيم جونغ أون بعدما وجهت إليها تهم بانتهاك قوانين البلاد بسلوكيات الإباحية وتسويقها للأفلام بطريقة غير مشروعة. وقال التقارير واردة من كوريا الشمالية بأن الصديقة السابقة للزعيم الكوري الشمالي أعدمت الأسبوع الماضي بإطلاق النار عليها. وقالت تقارير إعلامية محلية بأن هيون سون بول اعتقلت الأسبوع الماضي مع 17 شخص آخرين. وتعمل سون بول مغنية في أوركسترا أون هاسو. آخر دراسة قالت أن الشقراء أكثر خيانة من السمراء، سواء كان لون شعرها طبيعيا أم صناعيا. 36% من الشقراوات يرتكبن خيانة في حق الزوج مقابل 20% فقط من السمراوات. أشارت دراسة أجريت على موقع ليديد المتخصص في العلاقات الزوجية في فرنسا أنه لا يمكن التمييز بين المرأة الشقراء الطبيعية والأخرى التي استخدمت مستحضرات لتغيير لون البشرة وقامت بصباغة شعرها باللون الأشقر. وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري على 2028 امرأة فرنسية أن 36% من الشقراوات يرتكبن خيانة في حق الزوج مقابل 21% من السمراوات.